السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صف ثاني، كيف حالكم؟ اليوم درسنا في اللغة العربية النملة النشيطة، سنقوم الآن بقراءة الدرس. النملة العاملة. لمعت النملة الطعام وخزنته للشتاء. كان جارها الجندب يأكل ويلعب ويغني. قالت له النملة: اجمع الطعام ودع الكسل، الشتاء قادم. لم يهتم الجندب بكلامها. نزل المطر. دخلت النملة بيتها. جاء الجندب إلى النملة جائعا. طلب إليها شيئا يأكله. أعطته النملة بعض الطعام. قال الجندب: شكرا لك يا عزيزتي، تعلمت منك فائدة العمل. بعد استماعنا لدرس النملة النشيطة، نقوم الآن بحل أسئلة الدرس. السؤال الأول: لماذا جمعت النملة الطعام وخزنته؟ الجواب: جمعت النملة الطعام وخزنته للشتاء. السؤال الثاني: من كان يأكل ويلعب ويغني؟ الإجابة: جارها الجندب. السؤال الثالث: ماذا طلب الجندب إلى النملة؟ طلب شيئا يأكله. السؤال الرابع: ماذا أعطت النملة الجندب؟ الإجابة: أعطته بعض الطعام. السؤال الخامس: ماذا تعلم الجندب؟ الجواب: تعلم فائدة العمل والنشاط. ماذا تعلمتم أنتم أيضا أي أعزائي الطلبة من النملة النشيطة؟ نعم، تعلمنا العمل والنشاط. انتهى الدرس.